السابعه كصحيفه ولا جريده كموقع خبري كويس. انا اسمي عبد الوهاب الرئيسي المنسق للدائره الانتخابيه جمهوريه مصر العربيه. انا رئيس المركز الموجود هنا لاطر ذلك. احنا نمثل عمليه الانتخابات تجري في الان يوم 13 و14 و15 في العالم الخارجي كله، انما في تونس يوم 15 فقط. عدد الناخبين المسجلين في الجمهوريه التونسيه كلها في الداخل والخارج هم 7 مليون وكم 100,000، ما عنديش بالضبط. أنا هنا في القاهرة في حوالي عندي حوالي 1000 وشوية في مصر واسكندرية. في مصر في القاهرة 1000 وشوية وفي اسكندرية حوالي 250 حاجة. الرقم مش بالضبط معايا يعني أو بالضبط يعني. بدأت أيضا في اسكندرية نفس العملية الآن شغالة. نتمنى أن الانتخابات بتاعتنا أنها تكون شفافة ونزيهة.